حب يقدم نموذج فريد للمجتمع المصري ان هو يفرح واستاهله ناسه، وسط ابناء المنيره الغربيه ومبابا واصدقائه خارج المجتمع لمبابي، لان هو رمز من رموز السياحه في مصر، ويعني يتمتع بالقبول في قلوب كل من حوله. فهو اراد ان هو بدل ما يعمل فرح ويبقى فيه مصاخب ويبقى فيه بهرجه وبعض المطربين وكده، ان هو يجمع الاحباب ويعمل حفل افطار جماعي يجمع اهله واحبابه ويفرح وسطيهم، ويقدم نموذج ورساله واضحه وصريحه لجميع شباب مصر ان احنا ممكن نفرح وسط اهلنا واصحابنا بالجمع اللي انت شايفه. ادي جميع رموز السياحه في مصر، قامات داخل امبابا والمنيره الغربيه، جميع رجال اعمال مصر، جميع القائمين له محبه في قلوب الجميع، وزي ما انت شايف الكل موجود، رموز السياحه وزي احمد الجنزور اهو، الناس كلها موجوده، الناس كلها حبايبه، الناس كلها اصحابه، الناس كلها فرحانه من قلبها لان هو قدم نموذج بجد محترم، نتمنى انه يؤخذ بعين الاعتبار في اللي جاي. فرحه كبيره وفكره مختلفه، كلمنا عن الفكره جات لكم ازاي؟ والله هو فعلا اللي جاله الفكره هو العريس، يعني العريس هو اللي قرر منذ سنوات ان هو يقدم نموذج مختلف، ان هو يقدر يفرح وسط اصدقائه وسط اهليته، وان هو يجمعهم، وما كانش توقع انه هيجي في رمضان، يعني هو كان في ضميره انه يعمل حفل عشاء او حفل غداء جماعي، ولكن هو عشان ضميره السليم فجاله في تلك الايام المباركه سالين الله ان يعودها علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وربنا كرمه وجات في رمضان وسط اصحابه واهله، الناس كلها مبسوطه وفرحانه بيه زي ما انت شايف. ان شاء الله طبعا فرحه كبيره جدا، مبروك ليك وللعريس، لكن خلينا برضو نتكلم على استقبالكم للفكره، استقبالكم الفكره ازاي؟ بص هقول لك مجموعه شباب مدينه الامل تحديدا دايما بيقدموا نموذج جميل في الترابط والتكاتف في المسارات وفي افراحهم وفي مدراتهم كمان، فهم تلقوا الفكره بجميع ما دخل في صدر احمد العريس ودعموه ووقفوا معاه وفعلا ساعدوه على تحقيقها بالصوره اللي حضرتك شايفها، وانت لو لفيت المايك بص كل دول صحابه، لف كده هتلاقي كل دول متكاتفين، ده متعهد الحفلات صديقه، كل رموز السياحه، الرموز الامنيه، رموز القوى السياسيه، كلنا بنحبه وكلنا جايين واقفين معاه، وزي ما انت شايف الجو كله الفه وكله محبه. كل الناس مبسوطه وكمان مش اجمل اللي انت بتطعم الناس وحاجه عظيمه. نعم 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 نعم. لكن خلينا طيب بما انك يعني اخو العريس الكبير، كان رد فعل اهل العروسه ايه برضه؟ الاستقبال بالتصرف الطيب، لان هم لامسين في احمد الحكمه ولامسين في احمد بعد النظر والبصيره والاحترام والاتزان، وان دايما وجهه نظره بيبقى ليها مغزى سديد، فهم رحبوا بده لان احمد ما شاء الله، ويعني اللي انت شايفه هو خير صدى للفكره. طبعا ان شاء الله، يعني الفكره قولي كل الناس هنا متجمعه وطيب يعني تقول ايه للناس؟ الناس بتبقى افراح، يعني احنا بنشوف افراح فيها حاجات غريبه شويه. والله اللي اقوله للناس خاصة في تلك الايام المباركة ان احنا لازم نتقرب الى الرحمن حتى في افراحنا ومناسباتنا، يبقى فيها النسمات الطيبة، فيها الاحترام، فيها الخلق، نفرح ولكن تحت اطار محدود ومسموح به، يتقبلوا الاعراف والتقاليد والاحترام زي ما انت شايف بصورة منفردة، خاصة ان الغرب صدر لنا بعض المشاهد الهزلية تؤخذ بالافراح، يعني بالمهرجانات السلبية والتصرفات الهزلية اللي فيها اسقاط وفيها هزل، ان احنا نقدم نموذج فريد في افراحنا وفي مناسباتنا ده شيء عظيم، وهي دي مصر، هي دي اصاله مصر وعراقه مصر، الحداثه اللي دخلت على مصر ده شيء مستجد، انما اللي احنا فيه ده اصاله مصر وحداثه مصر والاصل اللي احنا المفروض نترابط بيه ونتكاتف بيه.